حياكم الله. لالي صقر بغداد هذا ما قرره مجلسها رغم إرادة محافظها، وعجلات رابسكال ليست لكشف المتفجرات كما يتوهم البعض، ومساعي لجمع تواقيع برلمانية لاستجواب العبادي شخصيا والكردستاني يلعب بالوقت لحساب زيباري. ورئيس هيئة النزاهة يبوح بالمستور ويطالب بمحكمة مختصة لمحاسبة المسؤولين ونظام قضائي خاص بالهيئة. وهناك الأكثر، ابقوا معنا. رئيس هيئة النزاهة حسن الياسر يطالب بمحاكم خاصة بفساد المسؤولين والدرجات الخاصة. مصادر برلمانية تشير إلى مساعي لجمع تواقيع لاستجواب العبادي في البرلمان. مجلس بغداد يرفض صقرها رغم إرادة محافظها. التحالف الكردستاني يناور على حساب الوقت لمصلحة زيباري. أوضحت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد أن عجلات رابسكان غير مخصصة لكشف المتفجرات، وأكدت بأن فاعليتها في كشف السيارات المفخخة تعتمد على الحس الأمني للمشغل المسؤول عن العجلة، وذلك بموجب تقنية السونار بأشعة أكس حصراً، ولا علاقة لذلك بطبيعة تركيبة المتفجرات. وقد صوت مجلس محافظة بغداد خلال جلسته الأخيرة على إيقاف العمل بمشروع صقر بغداد، وقال عضو مجلس محافظة بغداد علي كامل القرعاوي أن المجلس قام بتشكيل لجنة لزيارة مواقع نصب منظومة صقر بغداد الأمنية، حيث وجدت اللجنة بأن بعض الأمور الفنية في المشروع التي لا تنفع لأمن المواطن البغدادي، وإنما فقط لكشف السيارات المسروقة وغير المسجلة لدى مديرية المرور العامة، وليس لها دخل بتشخيص السيارات المفخخة والأشخاص المشبوهين. وينضم معي من بغداد بالصوت والصورة السيد أركان بياتي، مقرر مجلس محافظة بغداد. مساء الخير سيد أركان. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. حياك الله. بالبداية، مو المجلس اللي أطلق هذا المشروع، نقدر نقول إلى الحق بإيقافه، يعني مو، ما أعرف الجهة اللي أطلقتها مفروض تتعاملون إياها. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهديكم الأفاضل ولكادر قناة الرشيد الفضائية. حياك الله. ونشكرهم طبعا متابعة هذا الموضوع المهم وهذا الملف الذي يمس أمن العاصمة بغداد. هذا المشروع هو يعني صار التوجه في بداية الأمر في مجلس محافظة بغداد ومحافظة بغداد إلى نصب كاميرات في العاصمة بغداد، وما يسمى بمشروع كاميرات بغداد كما هي موجودة في يعني مختلف العواصم، في يعني العاصمة رياض، في مدينة اسطنبول، في مدن كثيرة في العالم. هناك نظام لحفظ الأمن والسيطرة على الجرائم وعلى يعني العمليات الإرهابية التي ممكن قد يعني تحدث. نحن في هذا الإطار كان هناك يعني معارضة من قبل وزارة الداخلية على هذا الأمر، باعتباره هي يعني من مسؤولة عن حفظ النظام في داخل العراق ويعني أيضا في داخل بغداد. فصار هناك معارضة من قبل وزارة الداخلية بالنتيجة تم إيقاف هذا المشروع. سيد أركان، بس إذا سمحت لي، أنتوا شكلتوا لجنة زارت المواقع مثل ما قلنا بالخبر، شنو اللي لقيت اللجنة أكثر من أنه هو نظام للحد من السرقة وغير أمور بعيدا عن الأمن أو السيطرة على السيارات المفخخة؟ أولا يعني نظام مشروع صقر بغداد لو طبق ويعني كان هناك دعم حقيقي من قبل الحكومة ومن قبل وزارة الداخلية لهذا المشروع، لو طبق بشكل صحيح واكتمل 100% ودخل العمل سوف يكون له تأثير كبير، ليس فقط بالحد من سرقة السيارات وإنما حتى يعني القضاء على أو تقليل العمليات الإرهابية، باعتبار هذه المنظومة سوف تكشف يعني حركة العجلات، كل عجلة في داخل العاصمة بغداد
من نقطة انطلاقها وإلى يعني نقطة الوصول الأخير. فبالنتيجة كل الممرات الموجودة في مداخل المناطق في العاصمة بغداد سوف تمر المركبة منها ويسجل يعني الوقت وتاريخ مرور هذه المركبة. سيد أركان، بس إذا سمحت لي، نعم، هسه خليتني وخليت المشاهد بحيرة بين كلام حضرتك الآن وبين قرار إلغاء أو إيقاف العمل اللي صوت عليه مجلس المحافظة. إذا بهاي الحالة إذا إنه المشروع إذا اكتمل راح يكون بإيجابية، بس إذا سمحت لي، إذا بإيجابية ليش ما كنتوا مع المشروع حتى يكمل للآخر؟ ليش صوتوا على إيقافه؟ أنتوا إذا يعني لاحظتوا في الآونة الأخيرة أنه وزارة الداخلية يعني دخلت بشكل يعني مفاجئ لإيقاف هذا المشروع، وهو يعني بالادعاء بأنه ليس لديها علم، في حين أن الأشخاص أو العناصر الموجودة في السيطرات في شوارع بغداد هم من أفراد وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد. فبالنتيجة وزارة الداخلية عندها كان علم مسبق بهذا الأمر، ولكن مثل ما ذكرت لك أيضا صار معارضة بالادعاء أنه وزارة الداخلية تريد أن هي من تضع يعني هذا المشروع وليست المحافظة، في حين أنه القانون يجيز لمجلس المحافظة وللمحافظ بأن يعني يضعون أي خطة وأي منظومة وأي يعني مشروع ممكن أنه يحقق الأمن في بغداد. إحنا يعني مناشدات كثيرة مع دولة رئيس الوزراء ومع الحكومة الاتحادية، حتى يعني موضوع السونارات إذا لاحظتوا في الآونة الأخيرة تم نصب سونارات، كلها عن طريق مناشدات من قبل اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد والسيد محافظ بغداد. يعني هذا الامر المفروض كان يتم قبل 10 سنوات او 12 سنه. انتوا وصلتوا القناعه انه بعد ما راحت ضحايا كثير. سيد أركان، وصلتوا القناعه انه الحل الاسلم هو الغاء او التصويت على ايقاف العمل بهذا النظام؟ احنا وقفنا المشروع ليس ايقافا نهائيا. هناك بعض نقاط الخلل الفني في المشروع تم ايقافه مؤقتا لحين تدارك هذه النقاط الخلل مع الشركه التي تنفذ مشروع صقر بغداد. يعني الإيقاف ليس إيقاف نهائي، ممكن أنه بعد يعني بعد أيام أو بعد فترة ممكن أنه يكون هناك استئناف يعني بالعمل بمشروع صقر بغداد، ولكن المهم أنه يكون هناك قناعة من قبل الحكومة الاتحادية أنه تدعم هذا المشروع. يعني وهذا يعني ما أكده كتاب مكتب رئيس الوزراء وهو القائد العام للقوات المسلحة والمعني الأول بحفظ الأمن في العاصمة بغداد وفي يعني مختلف المحافظات، جميع المحافظات العراق. كتاب في 13/6 يؤكد على وزارة الداخلية أنه بعد اطلاع السيد رئيس الوزراء وجه قيادة عمليات بغداد ويعني وزارة الداخلية بدعم هذا المشروع، لأنه سوف يعني يكون له أهمية كبيرة في الحد من ظواهر العمليات الإرهابية. جيد، هسه أنا حتى سرقة السيارة. خلي الناس تفهم، منذ بالأيام الأولى لانطلاق المشروع مديرية المرور أول ما تبرت من المشروع وقالت هذا مو بعلمنا، وإحنا المفروض إنه أي شيء يخص المركبات يكون إنه دخل بي أو إيد بي أو تعاون ويانا. ورا فترة وزارة الداخلية بكاملها خرج مسؤولين بها بمؤتمر صحفي وتبرت من المشروع. هاي توصلنا رسالة إنه أكو جهات تستقتل على إنه المشروع يستمر لأنه بي أرباح، وبالتالي بصراحة إنه هاي الجهات اللي تستقتل عليه تحاول إنه تجني أموال بعيداً عن الفائدة الأمنية للمشروع. الموضوع مو بهذا الشكل أخي، إحنا مو المهم فائدة الربح المادي. إحنا لما نجي نخلي خطة يعني لحفظ أمن بغداد ما نفكر بفائدة مادية. بالعكس، انت لو تلاحظ يعني المنظومه لو نصبت بشكل كامل هناك سوف تكون بوابات الكترونيه، هناك استيكرات على السيارات، هناك قوارئ لهذه الاستيكرات في سيطرات، سوف توضع كاميرات ولابتوبات واشخاص يجب ان يعني يؤدون هذه الاعمال. هذه كلها تكاليف على المحافظه. بالنتيجه المحافظه اليوم ما عندها امكانيه ماديه انه تعمل اي مشروع او تضع اي مشروع سواء في الأمن سواء في الخدمات بإمكانياتها الذاتية، لأنه لا يوجد هناك لدينا أموال كافية لتمويل هذه المشاريع. فاتجهنا إلى فرض رسوم يعني تكاد تكون قليلة وليست كبيرة يعني مبالغها، وهو 15,000 دينار
وهذه ال 15000 دينار ايضا ليس كلها واردات للمحافظه، هناك رواتب سوف تدفع يعني للاشخاص العاملين في هذه المنظومه لصيانه وادامه الاليات والاجهزه الموجوده العامله في هذه المنظومه، يعني في حال حدوث خلل او يعني عطل في اي جهاز او اي بوابه. قراركم ملزم، القرار اللي سوت عليه المجلس ملزم للجهات المعنيه بالعمل بهذه المنظومه ان توقفها؟ هي الجهه المعنيه بالدرجه الاولى والاخيره هي عمليات بغداد ومحافظ بغداد، يعني اللي يقومون بنصب هذه يعني المنظومه، وبعلم رجال المرور وبعلم وزاره الداخليه، وما يعني ما اتخيل انه يعني غائبين عن هذا الموضوع. في اكثر من اجتماع يعني مع السيد المحافظ، يعني هناك مدراء المرور ومدراء الاقسام والمديريات في وزاره الداخليه، قائد شرطه بغداد اللي هو ايضا جزء من الداخليه، يعني حاضرين هذه الاجتماعات، يعني ما اعرف شلون بعدين بالنتيجه ينكرون جهلهم بهذا المشروع. لا هذا هسه انتم صوتوا، نعم سيد اركان صوتوا على ايقاف اذا نصوت على ايقاف العمل، فالجهه المنفذه او الجهه التنفيذيه او الجهاز التنفيذي ملزم بايقاف العمل بالمنظومه لحين استئنافها ايضا بموافقه مجلس محافظه بغداد. زين نعم. لا مو انت هسه تقول انه المحافظ وقياده عمليات بغداد، وزير الداخليه استقال من وراء قياده عمليات بغداد، راح تقدرون انتم تصدرون هذا القرار انه يتوقف المشروع؟ الابعد من هذا، الناس هسه اذا وقفها شخص قال له تعال خليك للسيكر مال صقر بغداد يرفض، يقول له هذا المشروع متوقف، الناس شلون راح تتعامل؟ راح يقول انه الموضوع دخل بقضيه النصب والاحتيال بعد قراركم بايقاف العمل به، خلي الناس تتهم. استاذي انا ذكرت لك انه الايقاف مؤقت وليس يعني ايقاف للمشروع بالكامل او ايقاف نهائي، الايقاف مؤقت لوجود خلل فني او يعني لتشخيص حالات للخلل الفني في هذا المشروع. اذكر لك منها انه يعني في تجربه لاحدى البوابات كان هناك تاخير في الوقت يعني فتح البوابه بين سياره وسياره ثانيه، يعني يجب ان يكون هناك مده زمنيه قصيره جدا حتى ما يسوي او ما يعمل ارباك في الشوارع وازدحامات تؤدي الى اختناقات في الشوارع واختناقات مروريه. اكو بعض الامور ممكن انه نتداولها مع الشركه المنفذه، بالنتيجه احنا في يعني في اللجنه الامنيه في مجلس المحافظه باجتماعات يوميه تكاد تكون مع الجهه الشركه المنفذه لتدارك هذه الامور. طيب لما يعني يكون المشروع متوقف، نعم سوف لن تكون هناك جبايات، يفترض انه من المحافظه ومن الجهه المنفذه انه ما تكون هناك جبايات لهذه الفتره لحين معاوده العمل بالمشروع. طيب اسمح لي ان اشكرك السيد اركان البياتي مقرر مجلس محافظه بغداد، كنت معي بغداد بصوت وصوره، حياك الله. دعت الهيئة القيادية للتحالف الوطني الذي يرأسه إبراهيم الجعفري إلى تعزيز العلاقات العراقية مع المحيط العربي وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة، جاء إثر اجتماع للكتلة جرى مساء الاثنين. بحث وزير التخطيط سلمان الجميلي مع السفير الأمريكي في العراق ستيوارت جونز طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات، لا سيما في الجانب الاقتصادي وإعادة الاستقرار والإعمار في المناطق المحررة والإسراع في عودة النازحين. مصادر برلمانية تشير إلى مساعي لجمع تواقيع الاستجواب العبادي في البرلمان. التحالف الكردستاني يناور على حساب الوقت لمصلحة زيباري. قال مصدر نيابي أن مجلس النواب ماض بالاستجوابات وهناك جمع تواقيع لاستجواب رئيس الوزراء حيدر العبادي، إضافة إلى إجراءات يقوم بها النواب عديدون لاستكمال ملفات استجواب أخرى لعدد من الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة. أوضح المتحدث باسم مكتب رئيس مجلس الوزراء سعد الحديثي عدم علمه بالأنباء التي تتحدث عن نية الرئيس العبادي لإعادة وزير الدفاع المقال خالد العبيدي إلى منصبه وكالة،
وأشار إلى أن ذلك لا يمكن إلا عبر الطرق الدستورية. وكان المتحدث باسم ائتلاف متحدون خالد المفرجي قد كشف عن نية رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي تكليف خالد العبيدي بتولي وزارة الدفاع وكالة لحين تحرير مدينة الموصل بالكامل من سيطرة تنظيم داعش والعهدة على المفرجي بهذا الكلام. رجح الناب عن التحالف الوطني عامر الفايز سحب الثقة عن وزير المالية هوشار زيباري في جلسة البرلمان يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل. أكد الناب عن جبهة الإصلاح النيابية هيثم الجبوري أن هناك ضغوطا تمارس من قبل الوفد الكردي على بعض النواب والكتل السياسية للحيلولة دون التصويت على سحب الثقة من وزير المالية هوشار زيباري. يعني سمعنا في اليومين الماضيين أن هناك ضغطا كبيرا يمارس على نواب تحالف القوى العراقية بطرد عوائلهم من إقليم كردستان في حالة تصويتهم على سحب الثقة من السيد الوزير. كذلك هنالك ضغط كبير يمارس على بعض النواب من غير اتحاد القوى العراقية بترغيب وتهديد بكشف بعض الملفات في حالة عدم التصويت أو في حالة التصويت على سحب الثقة. هنا حقيقة أردت أن أناشد المرجعية العليا الشريفة التي عودتنا دائما بوقوفها أمام الفساد ونصيحتها بأنه نقف أمام الفساد، فيرجى منها اليوم حقيقة أن تقف معنا ونحن نقوم بهذه الثورة الربيعية في داخل مجلس النواب بمحاسبة الفاسدين وسراق المال العام، وأيضا دعوتي إلى كل رؤساء وزعماء الكتل السياسية ابتداء من السيد المالكي والسيد عمار الحكيم والسيد مقتدى الصدر وأيضا السيد جلال الطلباني السيد نوشروان مصطفى السيد مسعود البرزاني والسادة أسامة النجيفي وسليم الجبوري وجمال الكربولي وكل الأخوة الذين يتزعمون الكتل السياسية في داخل مجلس النواب أن تكون لهم وقفة وأن لا يتأثروا بالمحادثات وبالضغوطات التي يمارسها الوفد الكردي. شاهد الكرام، الآن وأثناء عرض البرنامج تفيد المصادر أن وفد هام من التحالف الكردستاني يزور نور المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون في مقره في المنطقة الخضراء ببغداد. الحوار يتناول حسب المصادر مساعي للتحالف الكردستاني للإبقاء على الثقة بوزير المالية زيباري، وحسب مراقبين فإن التحالف الكردستاني عول على الوقت وسحب أمل التصويت إلى ما بعد جلسة الثلاثاء المقبل ثم عطلة البرلمان فالعيد، وبهذا تكون المدة القانونية لسحب الثقة قد نفذت وبها ينفذ زيباري من اللقاء. الحديث عن كل هذه التركيبة المعقدة ينضم معي هنا في الاستوديو القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب علي فيصل الفياض. حياكم الله سيد. حياك الله سيادة النائب. حيا الله أو الشيخ أنت دائما. الله يجزيك الله يبارك ما أعرف هاي التركيبة بالفعل من نجي ممكن انه قضيه سحب الثقه عن السيد زيباري راح تاخذ مساحه اكبر سياسيا من ما جرى ويا السيد وزير الدفاع. بسم الله الرحمن الرحيم، بالبدايه نشكرك ونشكر ضيافتك الكريمه. الحقيقه بالتاكيد موضوع السيد زيباري يختلف عن موضوع السيد وزير الدفاع جمله وتفصيلا. التحالف الكردستاني والكتله الكردستانيه لها ثقل كبير في العمليه السياسيه، ولا سيما نحن اليوم نخوض حربا شرسه ضد اصابات داعش وعمليه تحرير الموصل وكثير من الاراضي مرتبطه ارتباطا جذريا بالبيشمركه والاقليم. لذلك يجب ان تكون هناك سياسه ثانيه في هذا الموضوع، لان السيد هوشار زيباري يمثل ثقل سياسي كبير جيد ويمثل مفصل مهم في الحكومه المركزيه. من ناخذ جزئيه البيشمركه، مو مثل وزير الدفاع يقود الجيش العراقي بكامله، المفروض انه البيشمركه جزء من هاي المنظومه. من نجي نتحدث عن تشظي ممكن انه ما ساند وزير الدفاع داخل اتحاد القوى، اتحاد التحالف الكردستاني ايضا متشظي. مو يختلف وزير الدفاع يختلف عن موقف زيباري بالتاكيد. الكتله الكردستانيه كما ونوعا تختلف عن عن الموقف نفسه اللي اتفق به السيد وزير الدفاع. وهذا بالتالي الانقسام الكبير اللي حدث ايام وزير الدفاع
يختلف عن الاداء اللي حصل اليوم في حادث وزير السباحه. شنو الاجواء داخل مجلس النواب اللي ما ممكن ان تنقل يعني بشكل للاعلام؟ شلون تشوف داخل مجلس النواب ويا الهوى السياسي او الهوى البرلماني ويا منه رايح، ويا سحب الثقه لو ويا بقائها؟ الحقيقة الموقف يعني مو واضح جدا لحد الآن، وبالتأكيد زيارة الوفد الكردي يوم أمس لها تأثير كبير على القوى السياسية وعلى القيادات الموجودة في التحالف وفي الائتلاف وفي البرلمان، لأن الوضع حرج وأكو حسابات أخرى في الموضوع. لذلك شنو الاعتبارات الأخرى؟ يعني الوضع الاقتصادي، انخفاض النفط، الوضع المادي، العجز بالموازنة، الكبير كثير من الأمور، الحرب ضد داعش، كل هاي الأمور تؤخذ بنظر الاعتبار. ممكن الكلام يدور على أنه التصويت راح يكون سري، مطالبات مثل ما صار وزير الدفاع حتى تخرج الكتل من الحرج اللي صار. هناك بعض الأخوة من النواب جمعوا تواقيع للعرض على التصويت، وهناك بعض الأخوة من النواب جمعوا تواقيع ضد التصويت السري، ولحد الآن الصورة غير واضحة في أي اتجاه سيكون التصويت وفي أي اتجاه ستكون الإشارة إلى أي كفة. زين، عندك معلومات ممكن كيف يكون دور الحديث بين الوفد الكردي اللي زور السيد المالكي على اعتبار أنه هو رئيس ائتلاف دولة القانون الكتلة الأكبر داخل البرلمان؟ الزيارة قبل فترة قليلة حدثت، ولحد الآن لم تكشف بوادرها، لكن الخطوط العريضة للزيارة هي معروفة لحد الآن. الوفد الكردي اللي زار السيد العبادي وزار السيد المالكي، وتبقى على موضوع النفط وتصدير 150 ألف برميل يوميا تتناصفها أربيل وبغداد، وقضية من الأمور، وقضية السيد وزير المالية كانت أيضا حاضر ضمن المشهد السياسي. زين، من نقول الوفد الكردي او هو وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني اللي من عنده او قيادي به السيد وزير الماليه، لكن قبل فتره كان اكو زياره للسيد المالكي للسليمانيه والتقى بالسيد الطالباني باعتباره يمثل الاتحاد الوطني، والسيد نشروان مصطفى باعتباره الامين العام للتغيير. بالتالي جايين عليهم حتى ما راح لهم ويعرف يقوي علاقته بيهم. المشاكل داخل البرلمان العراقي، كتلة التغيير والاتحاد الوطني مو هي بقاء السيد جيباري، بالتالي ما اعرف هاي التشكيله المعقده شلون ممكن نخرج من عندها. السيد المالكي زار طبعا الاقليم، زار سليمانيه، وصرح انه سيزور اربيل في جوله ثانيه. زين، بسبب مشاغل او بسبب ضيق الوقت. بس هم اعداء الامس ترى. لا، السياسه ما بها اعداء الامس واعداء اليوم، كلها يعني كل مرحله لها متغير. زين، اللي كل مرحله لها ظروفها. فما نعرف احنا قادم الايام ايش راح يصير بكره او هذا الاسبوع القادم. كلها تخضع الى متغيرات والى ربما تكون اتفاقيات جديده ستؤثر على المشهد السياسي وتتغير على كل الصوره. هذه المشاكل او جمله المشاكل اللي صايره مثل ما يسموهم البيت الكردي، واللي صايره يعني واصلين مرحله انه دائما حتى اذا كانت مشاكل عندهم داخل الاقليم من يجون لبغداد هم شلون احنا نقول لك قلب على قلب، لكن الان ما استمرت هاي القضيه. هاي القضية إيجابية بالنسبة لباقي الكتل على اعتبار أن التحالف الوطني شبه ميت، أكو مشاكل داخل اتحاد القوى، الآن التحالف الكردستاني على نفس الطريق. احنا ما نريد برلمان ضعيف، ما نريد اتحاد القوى ضعيف أو اتحاد الكردستاني ضعيف أو التحالف الوطني ضعيف، بالتالي يكون برلمان ضعيف. احنا نطمح أن يكون كل الكتل وكل مكونات البرلمان هي قوية لتدعم قوة للبرلمان. إذا كتل متشظية بالبرلمان أو بالتحالف الوطني أو بالكردستاني أو باتحاد القوى، بالتالي راح يكون برلمان ضعيف والبرلمان غير منتج وغير قادر على اتخاذ قرار. هذا ما نعتبره شيء جيد من يصير تضادي بين اي كتله من الكتل الموجوده بالبرلمان، بين اي مكون من اخواننا الموجودين بالبرلمان. احنا ما نعتبره قوه ان او قوه، بالعكس نعتبره ضعف البرلمان ونتيجه ضعف لكل المكون البرلماني. البعض يقول البرلمان الان ضعيف. اذا ليش احنا ما نريد نضعف كتله او ليش نعمل على تضعيف كتله معينه مشاركه بالبرلمان العراقي ولا لها راي ولا لها قرار. زين، وبالتالي يكون قرارنا ضعيف. احنا حاليا هسه يعني الاصلاح ما يكون بهالطريقه، يعني صحيح مع يعني اعتزازنا بالاستجواب واحترامنا للسيد المستجيب، لكن الحاليه المرحله حرجه نعيشها، مرحله صعبه، يعني تداعيات امنيه، تداعيات اقتصاديه كثيره موجوده لحد الان. يعني تمويل استجوابه؟ انا ما مقتنع بأجوبه السيد وزير الماليه. انا مقتنع بأجوبه السيد وزير الماليه. من جديد احييكم مشاهدينا الكرام. سيادة النائب، احنا تحدثنا عن قضية انه العبادي ووجوده، البعض رجح انه من يجي وزير الدفاع باعتبار انه وزير وزارة سيادية ومهم
بالتشكيلة الوزارية ويقال بهاي الطريقة وتسحب عنا الثقة، وبعدها بأيام وزير المالية بهذا الثقل السياسي وزير وزارة سيادية أيضا بثقل بمجلس الوزراء. البعض يقول هو تمهيد لاستجواب رئيس الوزراء بنفس الطريقة. احتمال يعني كل الخيارات مطروحة وكل السيناريوهات مطروحة، قد يكون تمهيد قد يكون رسالة ثانية، لكن الأمور ما واضحة لحد الآن. زين. بهذا المجال ما الذي سيحدث في قادم الأيام؟ لكن الاستجواب السيد العبادي حاليا غير مطروح أو صعب نوعا ما. جيد، أنت ما قبلت على المصطلح اللي استخدمته أنا، قضية أنه الاستجوابات السياسية قلت هو حق البرلمان. البعض أشكل حتى على قيادة السيد الجبوري رئيس البرلمان للجلسات، قالك أنه مشخصة وقالك فرق بين عمله بين أداء بجلسة وزير الدفاع والجلسات اللي وراها وجلسة استجواب وزير المالية، أنه كان بأهدأ أو مع التيار اللي مع وزير المالية. بعض الأخوة من النواب يعني كان لهم رأي أنه المفروض يرفع الجلسة من صارت هاي التشنجات أو هاي التصادمات، واعترض البعض أنه التصويت كان في وضع متشنج أو وضع انفعالي، لذلك يعني طالبوا أنه ترفع الجلسة أو طالب البعض انفعال التصويت، وكل هذه الأمور مطروحة. ولا نعرف الجلسة القادمة ستبين الأمور بشكل واضح ما هي الآلية وما هو السياقات. بمناسبة الجلسة القادمة، قضية أنه يندفع الموضوع بعد من جلسة الثلاثاء وبعدها عطلة العيد، المدة القانونية بهاي الحالة بالفعل راح تنتهي؟ بالتأكيد لحد الآن ماكو شيء أكيد، تندفع تصوت يصير تصويت عليها، لحد الآن ما في جازم بهذا الموضوع. زين. بهذا الاتجاه. طيب، بالرغم من توقيع بعض النواب تواقيع، بالرغم من توقيع لدرجة قسم بعض النواب تواقيع لإعادة التصويت، وكل هالأمور مطروحة، لكن ما الجلسة القادمة ستكون هي واضحة في يوم. جيد، ما دمنا نتحدث عن الاستجوابات والبلد يمر بهاي القضية أو المشكلة المالية، المشكلة الاقتصادية، والحديث يدور على أنه الاقتصاد والتعامل مع النفط، حضرتك فاعل بالمجال، مجال الطاقة، مجال النفط وكل هاي الأمور اللي تحيط به، مش وقت راح نشوف لكم دور ممكن تتعاملون بهاي القضية، قضية النفط، قضية الطاقة، قضية الاستجوابات اللي ممكن تخرج بنتيجة، ممكن حتى ما يتحدث عن الهدر اللي صار بالسنوات الماضية؟ يعني لكم دور شنو مدى يعني دور بمحاسبة اللي ممكن هسه نتحدث عن مالية؟ انت حضرتك تقول البلد يمر بمرحلة ممكن يشوف تحرك على مستوى الطاقة بهذا الموضوع. قبل فترة صار تحركات وكم متابعة من جهة الطاقة وكم زيارات ميدانية كلها، لكن الوضع الأمني له دور، سقوط المرسل له دور، وجود داعش بعض المناطق له دور، انخفاض أسعار النفط، هذا الشيء خارج إرادة الجميع وخارج إرادة البرلمان، لكن الانتاج بدا يضخ نوعا ما. الوزير الحالي يعتبر تكنوقراط جيد في هذا الموضوع. الوزراء يعني الوزير يعني الوزاره السابقه قاد بشكل، والحاليا بعد استلام الوزاره من قبل السيد، انتم مرتاحين للوضع الحالي الوزاره بعد الوزير؟ يعني ان شاء الله نامل نستبشر خير في هذا الوزير الجديد، لانه رجل مشتغل في مجال النفط ومشتغل في شركه نفط الجنوب وعنده خبره. يعني ان شاء الله الايام القادمه ستثبت آليته وطريقته بشكل واضح. شنو اللي ممكن يقدمه للوزير وشنو اللي ممكن يقدم لكم يا الوزير؟ حتى بالتالي النتيجة اللي تطلع هي نقول بالفعل عندنا نفط ممكن نعتمد عليه. الوزير دوره تنفيذي واحنا دورنا رقابي وتشريعي. طيب. وسنتعامل بكل طاقاتنا وبكل ما نملك للمعاون للتعامل في السيد الوزير في مجال النفط والطاقة لوصول بنتائج أكبر، لزيادة إنتاج أكثر، الوقوف على المعوقات بشكل اكثر، لشد الفراغات اللي بعض الشركات بيها فد مدراء عامين جزء غايبين عن الشاشه ما يدامون. سابقا مثل شركه نفط الوسط المدير صار اكثر من سنه غير متواجد بحجه الوضع الامني. انا شخصيا كتبت عده كتب للسيد الوكيل والسيد الوزير السابق لكن لم يتخذ اجراء بهذا الموضوع. الغريب ممكن هذه الظروف تتحسن. الغريب في الموضوع السيد الوكيل يعمل تمديد لهذا المدير عام اللي ما يدام نهائيا. هاي تعتبر بادره يعني المفروض تحقق. هاي يعني كارثه انه موظف ما يداوم. مدير عام ما يداوم. يكتب له كتاب تمديد. شو انت ما يقول ما اقدر اداوم، وضع عملي صعب. ليش اسوي له تمديد؟ عندنا كفاءات وعندنا خبرات وعندنا طاقات كثيره.
هاي انتم مسؤولين عليه بالفتره. ايوه احنا كتبنا بها، احنا اكثر من كتابه ما عندنا دور اكثر من هذا. طيب اكيد هذه المواضيع مهمه ممكن نتابعها بالفتره المقبله، يكون عندنا حديث خاص في موضوع الطاقه. ولو يسمح لي نشكرك النائب علي فيصل فياض القيادة في ائتلاف دولة القانون. شكرا لكم. شكرا جزيلا. رئيس هيئة النزاهة حسن الياسر يطالب بمحاكم خاصة بفساد المسؤولين والدرجات الخاصة. أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الصافي تقديم مقترح لتثبيت موظفي العقود المؤقتة في جميع دوائر الدولة بعد 3 سنوات مقابل استمرارهم بالعمل وتقاضيهم رواتبهم الحالية. وتصريحات نارية أطلقها حسن الياسري رئيس هيئة النزاهة ركزت على عمق الهوة السياسية مع عمل الهيئة وارتفاع العقبات التي تعترض عملها. وبدأ الياسري غير مرتاح من خلال تصريحاته بطبيعة التعامل مع عمل الهيئة سياسيا، وطالب الياسري بتشكيل محكمة مختصة لمحاسبة المسؤولين وذوي الدرجات الخاصة، كما طلب عدم السماح لمسؤول بإكمال دراسته أثناء مسؤوليته، وطالب الياسري بأن يكون للنزاهة محاكمها المستقلة. الكرام، وللحديث عن تبعات هذا الموضوع انضم معي من بغداد بالصوت والصوره الحقوقي فراس الخزعلي المتحدث باسم نقابه المحامين العراقيين. مساء الخير سيد فراس. مساء النور عليك وعلى المشاهدين الكرام، وللتوضيح انا لست بحقوقيا وانما محاميا. جيد، هسه هذا التوضيح بعد ما نتحدث عن سمعت حضرتك او متابع المفروض انه تصريحات او التحركات للسيد حسن ياسر رئيس هيئه النزاهه. بنتحدث عن هذا الموضوع او متابعتها، شنو الرسائل اللي ممكن تفهم او تفهم قانونيا من كل كلام وحديث السيد الياسري؟ نعم، بخصوص الدكتور الياسري ورؤيته بالنسبه لعمل هيئه النزاهه، ابتدأ بالشرطه وانتهى بالنقطه 21 برجال الدين، حيث ركز اهم المرتكزات الاساسيه. طالب السيد رئيس هيئه النزاهه بجهاز شرطوي خاص بهيئة النزاهة، ووجه لهم اتهام طبعا في هذه الرؤية، اتهامات خطيرة سواء لمؤسسة الشرطة اللي هي وزارة الداخلية كسلطة تنفيذية، وسواء للسلطة القضائية. هناك اتهامات خطيرة أستاذ هارون بعض من الوقت أشرحها. طيب، بخصوص جهاز الشرطة اتهمهم أنهم يطبقون الأوامر بحسب ما يراه، يعني بحسب ما هم يروه لا بحسب ما تراه هيئة النزاهة، وبالتالي هذا يعبر عن بعد في التنفيذ من قبل الشرطة بالنسبة لأوامر النزاهة، وهذا منحة خطير إذا كانت الشرطة لا تطبق أوامر هيئة النزاهة. يعني مفردة سيد فراس إذا سمحت لي، مفردة أسهل بالنسبة للشارع يتعاملون بمزاجية مع الأوامر القضائية؟ يعني يتعاملون بكيفيات أنه يطبقون ما هم يرونه مناسبا لا كما تراه النزاهة مناسبا، وهذا اتهام خطير
حقيقة يوجه للسلطة التنفيذية. نحن ننتظر من السلطة التنفيذية وجهاز الشرطة بشكل عام الرد على هذا الاتهام باعتباره هو جزء من رؤية إصلاحية لرئيس هيئة النزاهة، لكن زين. ليس هذا هو الأهم، الأهم هو ما وجه للسلطة القضائية، حيث طالب السيد رئيس هيئة النزاهة طالب بإنشاء قضاء متخصص بالنزاهة في محافظات العراق كافة، وأن يكون مرتبطاً بهيئة النزاهة، معللاً السيد رئيس هيئة النزاهة معللاً هذا الموضوع أنه هناك ضعف من بعض القضاة الموجودين حالياً في السلطة القضائية، وكذلك معلل أنه هؤلاء القضاة لا يعملون باستقلالية، هناك ضغوط كبيرة عليهم، سواء كانت هذه الضغوط سياسية أو خلينا نقول ضغوط أمنية، أو هو يعرف هذه الضغوط. طبعا هذه جيد سيد فراس، خلينا بس سيد فراس أنت حضرتك تطرح القضية وأني أحاول أستفهم، لأنه المفردات القانونية يمكن تكون غائبة عني أو عن الشارع على اعتبار أنه بس أهل الاختصاص. من يتحدث عن قضاة خاصين بالنزاهة، هي هيئة النزاهة مو بها قضاة ويصدرون أوامر قبض أو ما أعرف هذا الموضوع، ممكن استخدام قضاة وتدريبهم؟ موجود هسه أستاذ هارون، اللي موجود هسه هم قضاة معينين من قبل السلطة القضائية. زين. هؤلاء القضاة مرتبطين بالسلطة القضائية بمجلس القضاء الأعلى، هم من يصدرون أوامر القبض، هم من يحيلون إلى محكمة الموضوع، هناك جنايات للنزاهة، هناك جنح للنزاهة، كل هذه الهيئات القضائية هي غير تابعة لهيئة النزاهة. هيئة النزاهة هي جهة تنفيذية بموجب قانونها لسنة 2011، لذلك الرؤية مالت السيد الياسري يقول إحنا نريد قضاء يكون تابع لهيئة النزاهة. طبعا أنا كمحامي أتفق مع السيد رئيس هيئة النزاهة بهذا الموضوع، والقانون يسمح له. إحنا عندنا اليوم قبل السبب القانون يسمح. ما يسمح له، يحتاج لنا لا القانون ما يسمح له. زين. هو قانون هيئة النزاهة لسنة 2011 لم ينص هناك جهازا قضائيا يرتبط بالنزاهة، يجب عليه التعديل التشريعي على مجلس النواب أن يصدر قانون جديد ينظم أو يشكل تشكيلا قضائيا جديدا يكون ارتباطه بهيئة النزاهة. لكن الذي يهمني بالموضوع أستاذ هارون حتى لا أنسى الموضوع، هناك أصابع اتهام للسلطة القضائية، على السلطة القضائية أن ترد على هذه الاتهامات. منها ادعى السيد الياسري يقول يجب أن يكون القضاة قريبين من الهيئة ولا علاقة لهم بالضغوط التي ربما تمارس على بعض القضاة فضلا عن متابعة الهيئة، بما معناه أن هناك بعدا، يعني المفهوم المخالفة لهذه الرؤية أن هناك بعد وعدم تقارب بين السلطة القضائية حاليا وهيئة النزاهة في محاربة الفساد، فعللت هيئة النزاهة ضعفها في بالنتائج أنه ما عندها شرطة ينفذون أوامرها، وما عندها قضاة قريبين من الهيئة، وما عندها قضاة أقوياء بحيث أنه يصدرون. هذه اتهامات خطيرة وجهت للسلطة القضائية جيد ووجهت للجهاز التنفيذي. جيد. السيد الياسري طالب بمحاكم خاصة، المحاكمة الوزراء والدرجات الخاصة. نعم. اللي عليهم شبهات فساد، بالتالي نتحدث عن هذا الموضوع، ليش المحاكم اللي عندنا شبيهة؟ مو المفروض القانون فوق الجميع؟ ليش نحتاج إلى محكمة خاصة حتى تكون فوق هذولي؟ هذا تعزيزا للاتهام الذي وجه من قبل السيد الياسري للسلطة القضائية باعتبار أن هناك ضعفا في القضاء الاعتيادي الموجود، وبالتالي نحتاج لمحكمة خاصة لمحاكمة الوزراء والدرجات الخاصة. بالتالي نحن ننتظر حقيقة جوابا من السلطة القضائية يشفي صدورنا، هل إن الرؤية التي تقدم بها رئيس هيئة النزاهة هل هي رؤية حقيقية؟ هل هناك بعدا بين السلطة القضائية وبين هيئة النزاهة؟ كل هذه الأسئلة والاتهامات يجب على القضاء ويجب على وزارة الداخلية أن ترد على السيد رئيس هيئة النزاهة. ولو أني شخصيا، يعني كفكرة شخصية، أنا أدعم وجود قانون يشكل قضاء مرتبطا بهيئة النزاهة كالقضاء الإداري الموجود حاليا الذي هو مرتبط بوزارة العدل، ويكون هذا القضاء قويا، يكون هذا القضاء شجاعا بحيث يكشف لنا الفساد. لكن أكو نقطة مهمة، السيد الياسري أشار في رؤيته أن هذه التجربة هي موجودة من إيران، إذن هذه الرؤية للسيد الياسري هي مستوردة من إيران بين قوسين. نحن نأمل
سواء من إيران أو من غيرها. نأمل أن يكون أن تكون رؤية حقيقية، رؤية قريبة إلى الواقع، ممكن تنفذ على شكل مشاريع قوانين، تعدل قوانيننا حتى تتنفذ، ولكن تبقى مسألة مهمة لأن جمهورية إيران هي جمهورية إسلامية وتطبق النظام الإسلامي. لذلك رأينا السيد الياسري يحض رجال الدين، وضع يده على مشكلة دينية مهمة جدا، ووضع المسؤولية على رجال الدين ببث ثقافة مهمة اللي هي المال العام هو ليس مالا مباحا باعتبار أنه مجهول المالك، وإنما يجب قانونياً على رجال الدين. قانونيا أنت مع هذا الحث لرجال الدين إذا ما ربطنا القضية بالقانون؟ قانونيا القانون دائما مع الواقع. يرى المجتمع ما دام مجتمعنا متأثر دينيا فلا سلطان عليهم إلا الفتوى الدينية والخطب الدينية التي تخطب في الجوامع. لذلك أنا أدعم هذا التوجه، ندعو رجال الدين من خلال قناتكم الموقرة إفهام الموظفين أن هذا المال العام هو ليس مجهول المالك، وأن مد اليد عليه هو على مال سحت حرام، وبالتالي يوجب المسؤولية الشرعية أيضا. سيد فراس جيد، لا يتقوى الفاسدون. هسه نعم. شخصت أنه قلت أكو مشاكل بحسب أكو نقاط وضحتها بالنسبة لكلام السيد رئيس هيئة النزاهة. نعم. الضعف بالشرطة بالتنفيذ بالقضاة اللي موجودين بالتأثيرات اللي عليهم. نعم. التحرك الخاص باستجلاب محققين دوليين وسط كل هذا الصراع وكل هاي التداخلات راح يطلع بنتيجة اللي هي بس مجرد انه اموال راح تصرف عليهم، بالتالي ما راح نجيب نتيجة. خلينا نقول المحققين الدوليين هي رؤية السيد رئيس الوزراء وليس رؤية السيد رئيس هيئة النزاهة. لكن اكو مسألة مهمة جدا، السيد الياسري كان شجاعا حقيقة بهذا الموضوع، انه دعا اول من يدعو الى انهاء الهيئات الاقتصادية لبعض الاحزاب اللي هي موجودة بالوزارات. طبعا هذه جرأة كبيرة، أنا أحيي السيد رئيس هيئة النزاهة على ذكر هذا الموضوع المهم. يتبين من خلال قراءتي لهذه الرؤية أن هناك في كل وزارة، أستاذ هارون، في كل وزارة هناك هيئة اقتصادية تعمل بالعلن، تعمل تحت الضوء، يعني مو متخفية، مو خايفة من تهمة الفساد، تعمل أنه أنا الهيئة الاقتصادية للحزب الفلاني وبصورة علنية، وهيئة النزاهة لا تستطيع محاسبتها. وبالتالي هذا باعتقادي، يعني قراءة لهذه الرؤية التي أدلى بها السيد رئيس هيئة النزاهة، فنحن يعني في موقف خطير جدا، وكانت هناك شجاعة محسوبة للسيد الياسري للمطالبة بحل هذه الهيئات الاقتصادية. طيب. لأنها تعمل الظاهر بشكل صريح في الوزارات وهذا عمل خطر. تبقى مسألة مهمة دعا إليها السيد الياسري وهي ارتباط المفتشين العموميين بهيئة النزاهة حصرا، لأنه حاليا هم المفتشين العموميين مرتبطين بوزاراتهم. يعني لا يعقل سيد الفاضل أن يكون المفتش العام لوزارة معينة مرتبط بوزيرها، فكيف يحاسب هذا الوزير إذا كان ارتباطه إداريا وماليا بهذا الوزير؟ لذلك هذه الدعوة سماها رئيس هيئة النزاهة بدعوة تحرير المفتشين العموميين من سطوة الوزراء والمدراء العامين. وبالتالي نحن كقانونيين أيضا ندعم هذا التوجه، وندعم أنه المفتشين العموميين أما أن يرتبطون بهيئة النزاهة أو يلغى قانونهم وينتهي عملهم. جيد. لأنه إحنا ما محتاجين ازدواجية في الرقابة ومحاربة الفساد، لو عندنا هيئة نزاهة لو مفتشين عموميين، إذا عندنا هيئة نزاهة وماكو داعي للمفتشين. أنا أشكرك المحامي فراس الخزعلي متحدث باسم نقابة المحامين العراقيين. شكرا لكم مشاهدي الكرام، حلقتنا انتهت، نشوفكم باكر، مع السلامة.